نفسي فعلا. هي بتعشق صناعة الكيك، سابت شغلها في الصحافة والتسويق في شركة كبيرة عشان تبتدي مشروعها اللي حلمت بيه من البيت، وفي وقت قصير جدا حققت حلمها البسيط واللي تحول لحقيقة أحلى من الخيال. حقيقي غيرت في شكل الحلويات والكيك والطرط والكب كيكس. ايه هي مودة ديكور الكيك وازاي بنحدد شكلها حسب المناسبة وازاي حققت حلمها؟ هو ده اللي هنعرفه مع زينب مصطفى مصممة ديكور الحلويات. زينب اهلا بيكي معانا في عسل ابيض. نعم. انتي منورانا النهاردة. ميرسي ربنا يخليك. بصي، بما ان انا بقى بحب الكيك قوي وبحب الحلويات جدا، فانا سعيدة جدا بالفقرة دي وعايزة اعرف ابتديتي ازاي الشغلانة دي. بصي، الشغلانة دي ما كنتش مخططة لها خالص. انا خريجة صحافة واعلام جامعة امريكية، واشتغلت في تسويق واشتغلت في مانجمنت كونسلتنج واشتغلت في الصحافة اول 4-5 سنين بعد ما اتخرجت، وبعدين اتجوزت ومفروض انا كنت هسافر اشتغل برا، فسبت شغلي في مصر وما سافرتش وقعدت 3 شهور في البيت طبعا هتجنن من الزهق. بالصدفة البحتة واحدة صاحبتي قالت لي كب كيكس طالعة موضة في امريكا، وجبت حاجات اليوتنسلز بتاعتها، فاعملي انتي الكب كيكس وانا هي كانت بتعمل ايفنتس وعيد ميلاد وكده ونشتغل مع بعض. وابتدى الموضوع من هنا، لقينا ان الكاستمرز الفيدباك بتاعهم حلو جدا، عايزين اكتر، مش عايزين يستنوا عيد ميلاد. فعملت فيسبوك جروب وبيج وموضوع مشي كده لحد ما فتحت المحل. يعني انتي ما كنتيش مخططة انك تعملي كده، هي ابتدت معاكي واحدة واحدة يعني. بالظبط. حلوة كده. طيب وايه اللي شجعك اكتر بقى انك انتي تكملي؟ لقيتي اقبال مثلا؟ لقيت اقبال من الناس، ولقيت انا طول عمري كان نفسي افتح البيزنس بتاعي، يعني ما كنتش لاقي نفسي قوي في الشغل في الشركات وكده، وده كنت شاطرة بيقولوا يعني في الشغل. وانا بحب عامة اشتغل بايدي قوي، يعني بحب الون وبلعب مزيكا، فكل الحاجات دي كانت بالنسبة لي يعني شجعتني ان انا اعمل حاجات جديدة، ان انا ابقى كرييتيف فيها. ابتديتي بقالك قد ايه؟ من 2009، بقالي 6 سنين. بقالك فترة يعني. طيب قولي لي، وبتلاقي مثلا ان الكيكات انت حاسه انك انت غيرتي في شكلها، بتلاقي ان الافكار بتجيلك بسهوله؟ بصي، احنا دايما بناخد الافكار بتاعتنا من الكاستمرز. بمعنى ايه؟ بيجي الكاستمر مثلا بيبقى عنده فكره، مثلا عايز اعمل ثيم كوره، طب اوكي ممكن نعمل كيكه عليها كوره، وممكن نعمل كوره 3D ونحط اللعيبه الفيفوريت بتوعك ونحط اللوجو بتاع النادي اللي انت بتحبه. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكستمايز الحاجه حسب صاحب المناسبه، بحيث يحس ان هي مش مجرد تورتايه بنطفيها وخلاص، هي حاجه سبيشال قوي لمناسبه سبيشال يعني ليك انت مخصوص. طب انت لما ابتديتي من البيت. طيب وانت في البيت ما كانش العمليه صعبه شويه انك مخصصه المطبخ كله للكيكس والكب كيكس والحاجات دي؟ الموضوع كان صعب طبعا جدا في الاول، لان ما كانش متجهز خالص ان احنا نعمل فيه بيزنس او كده، ان انا اعمل حاجه. فطورتيه يعني بقى بعد كده؟ يعني ما اتطورش في البيت، هو انا اللي خلاني اخد الديسيجن ان انا اعمل بيزنس ان البيت كان بقى عامل زي السيرك، وخلفت وبنتي بقى طول نهار السكر في كل حته وتشوكليتس في كل حته وكيكس وكب كيكس. فمن هنا بقى جت فكره ان احنا نفتح المحل ونكبر بقى ونعين ناس. ابتديتي بس بالكب كيكس ولا ابتديتي بالتورت كمان؟ اول ما ابتديت خالص كان كب كيكس بس، وبعد كده كل شويه بقى حد بيطلب حاجه، فطب ليه لا خلينا نجرب، فابتدت بقى كيكس وكوكيز وبراونيز واختراعات بقى كتير. يعني كل بقى الحاجه. لكن انت غاويه تعملي الحاجات دي؟ انت من زمان غاويه انك انت تعملي حلويات؟ لا، من زمان ما كنتش بخش المطبخ خالص. بس هو الزهق بيطلع في الواحد حاجات. أيوة. ما بيبقاش عارفها يعني. دي حقيقه. طب احنا معانا صوره مثلا دلوقتي للتورته انت عاملاها. دي طلب منك بقى انك انت حد جول كيبر واضح، حد بيحب بيلعب كوره في فريق وهو الجول كيبر بتاع الفريق، فعملنا له الكوره بالجلافز بتاعت الجول كيبر. شكلها فعلا حلو قوي. لا انا عجباني كمان الالوان، يعني انت استخدمتي فعلا شكل الكوره الحقيقي. ما احنا بنعمل ريسيرش على النت عشان نطلع الحاجه مظبوطه على قد ما نقدر. ودول بقى؟ دول كيك بوبس، بتبقى كور صغيره خالص زي البول شوكولا كده، عريس وعروسه، بتتحط على في اي كاندي كورنر وممكن بيبقوا اي شكل، والفليفرز طبعا اي فليفر الكاستمر بيطلبه،
وسهله ولذيذه وما فيهاش عك كتير يعني. لا وسهله، مسكتها كمان سهله، مسكتها سهله يوجلي. لا انا خدت بالي كمان ان موضوع الكيك بوبس دولت بقوا يعني كانها لولي بوب، بقت موضه بالظبط اكتر كمان من الكب كيك. ما فيهاش هاسل يعني، ما فيهاش كريمات كتير، فالناس ما بتبوظش الميك اب وما توسخش هدومها يعني، بتتاكل بسرعه. لا وبعدين الكب كيك كمان بحس انها بتبقى كبيره، فالناس بتاخد منها حته وممكن تسيب نصها او كده، لكن هي دي قطمه واحده. دي بقى كيكه دي باليرينا بالظبط، دي كانت لباليرينا وكانت لابسه يوم عيد ميلادها، مامتها بعتت لي صوره كانت لابسه جوب نفس الالوان دي وكانت واقفه كده واقف، فانت فكرتي في كده؟ قالت لي انا عايزه كيك تليق على الجوب، فعملت لها كيك نفس الرافلز بالده بالباليرينا. شكلها حلو قوي، شكلها تحفة، أكيد البنت دي فرحت قوي بالكيك. آه جدا جدا. ده ميك اب بقى، دي ميك اب كيك، واللي حواليها دي على فكرة المانيكير ده كيك بوبس فعلا. اه أما أفكارك حلوة بشكل. والألوان أنت اللي بتختاري الألوان؟ أنا most of the time أنا اللي بختار الألوان، unless برضو الكاستمر بعت لنا صورة بنعمل زيها، أو بتقولي مثلا الثيم بتاع مثلا العيد ميلاد فوشيا وأسود وأبيض، فبنعمل الألوان زي ما هي طالبة. دي صوره بقى تحفه دي بصراحة. كانت هواين، كان هواين كاندي كورنر، كنا عاملين كيك وكوكيز وكب كيكس وكيك بوبس. دي شنطه شانيل. دي لازم واحده بقى شانيل شيك. بوي. لان في ناس كتير فعلا، ده التيم بقى كله بتاع ده كور، ده التيم بتاع ريال مدريد. تحفه. لا حلو قوي، عارفه بحس ان اكيد العيال بتبقى يعني مبسوطه قوي، ودي مش ممكن يعني، بجد فيري كيوت يعني، حقيقي حاجه عايزه تتاكل فعلا. كانها رجلين بيبي بجد. ده كان سبوع، كان سبوع. ومين بقى اللي بيحب، وده حد الشطة؟ من بيحب التباسكو برضو، فوي اوفرد ان احنا نعمل الكيك على شكل ازازه التباسكو. تحفه. لا وقرون الفلفل الشطه جنبها وكله يعني. سمعت بمناسبه الشطه، سمعت ان انت بتعملي كيك بالشطه. بنعمل شوكليت فادج كب كيكس، بتبقى سبايسي، بنحط فيها شطه حمراء. وما بتبقاش يعني، انا مستغربه شويه الكومبينيشن. بصي هي بتبقى حراقه، بس الناس اللي بتحب الشوكليت وبتحب السبايسي طبعا بالنسبه لهم دي بتبقى حاجه يعني، بتبقى يعني احلى حاجه في الدنيا. دي كوكي بيتزا. بيتزا ها؟ كوكي بيتزا. بتبقى أوكي. لير من طبقه من الكوكيز وعليها طبقه من البراونيز وعليها شوكليتس من فوق. ده نفس يعني فكره البيتزا، ان هي بتبقى حاجه فيها مكونات كتير. exactly. بالظبط. طب وايه الملون ده؟ دي ريد فيلفت ميني كيكس. وبتبقى احنا قلنا بدل ما ساعات الواحد بيبقى نفسه ياكل كيكه، بس بتستقصي ان تطلبي تورتايه كبيره وتاكليها لوحدك لانه مأساة، فعملنا ميني كيكس فور وان بيرسون نوت تو شير، عشان تاكليها هي بالكيك بالفاندام. ده هو ده طلبي بالظبط يا زينب. خلاص احنا موجودين. لا تحفه، ودي تجنن، ده حد بيحب الالوان بقى. كان كارنيفال ثيم، حلوه قوي برضو، حاساها كانها زي هديه مثلا. دي سيلبريشن بقى، شامبين نيو ييرز. كانت لراس السنه وعملوا ازازه شامبين. انت بتفكري بقى في الحاجات ولا هو بيطلب منك يعني؟ هل كل مناسبه ليها الشكل بتاعها؟ بصي في ناس بتطلب، بتبقى عارفه هي عايزه ايه، وتيجي تقول انا عايزه الصوره دي بليز بالكتابه الفلانيه بالالوان الفلانيه، وفي ناس بتقول لك عيشي حياتك، ودول اكتر ناس انا بحب اشتغل معاهم. عيشي حياتك الثيم كذا، بتحسي انك انت بعمل ريسيرش، بحس بقى خلاص انا كانك جبتي لي لوحه وقلتي لي ارسمي اكتر حاجه بتحبيها، بس اديتيني جايد لاينز امشي فيها، فدي بتبقى ظريفه، لان بعمل بقى اللي انا عايزاه وببدع فيها وبدور بقى، بجيب صوره من هنا على صوره من هنا، وبنجمع الكيك اللي بحس انها ممكن تبسط الكاستمر اكتر حاجه. طب وبالنسبه لراس الحصان دي؟ ده حد بيحب الخيل، عملنا له كاني طبعا مش فيه. ممكن كانها حقيقي يعني. ده 3D طبعا، كل ده 3D او 2D، بنعمل الكيك وبننحتها بعد كده لحد ما بتدينا الشكل اللي احنا عايزينه. وده حد بيحب الخيل برضو نفس الحاجه، خيل. واللي تحت الروس الحصان اللي تحت دي برضو كيك بوبس تحفه. قصه الحصان دي تورته بنتي بتاعت عيد ميلادها. تورته بنتك؟ تجنن. دي جاينت كب كيك، هي بتحب الكب كيك؟ بتحب الكب كيكس، عملنا لها تورتايه كبيره.
ده بقى هنا لما طورتي البيزنس. ده طورت البيزنس، ده اخر فرع فتحناه في 6 اكتوبر في جاليريا فولتي. طيب مكونات الديكور للحلويات بتكون مختلفه للاطفال، لان طبعا انت عارفه زي ما رنا كانت لسه بتقول ان بيبقى فيها نسبه دهون عاليه ونسبه سكر عاليه. بصي لا مش هقدر اضحك عليكي اقول لك ان احنا بنعمل حاجه مختلفه. احنا الحاجات الوحيده اللي ما بنعملهاش للاطفال في المناسبات، ما بنستعملش زبده الفول سوداني الا لو كاستمر طلب، عشان لو حد عنده حساسيه. طبعا في ناس كتير بيبقى عندها حساسيه ومش بنبعد عن النوتس عامه خالص عشان نتجنب حاجه زي كده. بنبعد عن الحاجات اللي فيها كوفي، اللي فيها نعناع، الحاجات اللي هي الولاد مش متعودين عليها. بس غير كده بنستعمل الناس بتطلب، يعني هي شوكليتس وفانيلا وفروتس وستروبريز. يعني في ناس لما بنعرف ان في اطفال بنريكومند اكتر ان احنا نستعمل حاجات اللي فيها فواكه او الكاروت كيك او كده، بحيث انها تبقى اخف شويه ويبقى السكر اقل. بس هي كمكونات بتبقى بيسكلي واحده. طب وبالنسبه للالوان الصناعيه؟ الالوان الصناعيه احنا بنستعمل الوان صناعيه مش طبيعيه، بس كلها ابروف من الاف دي اي. وبعدين بنتجنب ان احنا ما نحطهاش في الكيكس، نحطها في اللعب اللي فوق الكيكس. فطبعا الاولاد بيشوفوها طبعا بياكلوها، بس بتبقي انت عارفه ايه اللي ممكن تاكليه للاولاد وايه لا. فممكن تشيلي اللعب اللي فوق وبتاكلي الكيك بالفاندون على التورته، ما بيبقاش فيها اي مشكله. الكب كيكس ما بنستعملش فيها الوان خالص، كلها حاجات ناتشرال. الحاجه الوحيده برضو اللي بنستعمل فيها الوان اللي هي الرينبو كب كيك، وبتحطي نقطه لون قد كده بتعمل يعني لون جامد قوي. بتعمل يعني ممكن تتعارك مثلا 50 كب كيك، فالكونسنتريشن بتاعتها ما بتبقاش عاليه قوي. يعني مش زي ما الناس بتبقى فاكره انها ممكن تبقى خطر على الاطفال او كده. بصي اي حاجه كتير منها خطر، ده اكيد. بس برضه هارولك هي نقطه، الناس اللي بيتحط على السوسات او اللبان او كده بتبقى نقطه صغيره خالص، فما بتديش يعني الايفكت بتاعها از نوت ذات نيجاتيف يعني. طب بتقدري تنفذي اي شكل على التورته ولا بتبقى في حاجات صعبه مثلا؟ بصي سو فار الحمد لله عمرنا ما قلنا لا على شكل. يعني في حاجات بتبقى صعبه وبنعمل كونسولت وبنجيب الشفات وبنقعد مين يا جماعه يعرف يعمل دي، مين يعرف يعمل دي، بس في الاخر بنعرف نطلع الحاجه. يعني في حاجه بتبقى متعبه جدا بس بتطلع في الاخر. طيب عملتي اشكال معينه للعيد؟ في اشكال خاصه مثلا للعيد؟ بصي احنا كل اوكيجن بنعمل لها حاجه. دي الصوره دي كنا عملناها الخرفان والبقر عملناه في والعاديه كمان في العيد، وعملنا عاديه على كب كيكس عشان اللي مش عايز يدي عاديه فلوس يدي عاديه كب كيكس. بالظبط حلوه دي. طب قولي والفلوس دي بتتاكل؟ كله بيتاكل. احنا 99% من الحاجات اللي بنعملها بتتاكل، وهي خرفان كمان وخرفان ماسكين بلالين و الكل. لا شكلها تحفه بصراحه. وخرفان تانية بس دول شكلهم بيبيز، هما بيبي خرفان. طب والناس بتحب بقى الحاجات دي؟ جدا اكيد الولاد الصغيرين بالذات بيبقوا اكسايتد قوي، بيروحوا بيها عزومات وكده فبتبقى ظريفه يعني. طيب سهل اي حد في البيت؟ يعني انت طبعا لازم يبقى عندك خبره، لكن افرضي انا مثلا عايزه ابتدي القصه دي او على الاقل اعمل حاجه شبه كده في البيت، سهل ان انا اقدر اعملها؟ بصي انا يعني هي مفيش حاجه سهله، بس هي كل حاجه ممكن تتعمل. يعني لو انت عايزه تعملي حاجه، يعني مثلا انا بزنس عملته كنت حابه قوي ده وكنت عايزه احط فيه، كنت بشتغل بباشن فاتعمل. في حاجات سهله وفي حاجات صعبه، بس كل حاجه ممكن تتعمل حسب انت عايزه تدي الحاجه دي قد ايه. طبعا مهم كمان بيتهيألي انك انت تكوني بتحبي اللي انت بتعمليه عشان تتقنيه. بالظبط. طيب قولي لي بتدي كورسات مثلا، بتعلمي ناس؟ لا لسه الطلب منا كتير، بس لسه. طب وناويه تعملي حاجه كده؟ بفكر ان شاء الله، بس يعني لسه مش دلوقتي. طب ايه اغرب تورته طلبت منك؟ شكل تورته يعني. شكل تورته طلب منها تورته على شكل تعبان، تعبان بجد، مش تعبان بتاع بجد؟ اطفال، بالاسود بالسكين باللسان طالع بالسم منقط وحواليه رمله. يعني كانت صوره وعملناها وطلعت حلوه؟ طلعت حلوه قوي، اما انا كنت المفروض الصوره هتيجي يعني سون. لا احنا دلوقتي شايفين صوره برنسسات. برنسسز بتوع ديزني طبعا. شكلها رهيب. دول كنا عاملينهم في عيد الام. لاف يو مام، وحته كيك وشاي وفنجان. كل دي كب كيكس. لا مش ممكن الفيل. قولي لي طب وما فيش مثلا مره عملتي حاجه شبه كده؟ مثلي انك انت لازم تبقي فنانه قوي عشان خاطر تعرفي تطلعي حاجه بالدقه دي، فيش حاجه مره كده اتلخبطت منك الشكل؟ لا طبعا طبعا فيها، بضحك عليكي لو قلت ما فيش. ودي طبعا اول ما ابتدينا كان في طبعا حاجات بتحصل فظيعه. بعد ما نعمل تورتايه كبيره نلاقيها اتهدت. يا خبر ابيض. طب اتهدت ليه؟ فبنقعد نعمل ونجرب لحد ما بنعرف نظبط الدنيا ازاي يعني.
دلوقتي بقى المارجن اوف ايرور بتاعنا الحمد لله قل. طب الحمد لله. طب ودي الكيكه دي كانت ايه؟ لشم النسيم. ها وكنا عاملين جواها لما تقطعيها بتنزل كاندي وام ان امز والبان ومصاصات وكده. يعني ده مجرد كده كفر بس شكله كيك. حلو. لا هي كيك. كيك بس لما بتقطعيها بتلاقي في الكور بتاعها كاندي للاطفال. ايه موضوع القمصان دي؟ كيك برضو على شكل قمصان. انا بقول لك احنا ما بنقولش لا على حاجه يعني. ايوه واضح. بنحط نفسنا في مشاكل ساعات عشان بتبقى حاجات صعبه بس بتعدي الحمد لله. لا ده انت حتى التفاصيل يعني حتى الزراير. والزراير عليها سمايلي فيس و يعني مش ممكن فعلا شكلهم تحفه بصراحه. طب ايه الصعوبات اللي واجهتك في بدايه مشروعك ده؟ بصي الصعوبات كان انك تنقلي بيزنس من بيت لمحل. هي دي كانت صعبه لانه محتاجه ليكويديتي، محتاجه راس مال كبير، محتاجه تركيز. طبعا انا علشان ست فجبت بنتي وابني في الفتره اللي من ساعه ما ابتديت شغل لحد ما فتحت الثلاث فروع اللي عندنا، فكانت بقى انك توفقي ما بين ده وده، انك تعرفي تجيبي ناس وتعملي لهم تريننج وتعلميهم انه في حاجه اسمها كواليتي ما ينفعش نقل عنها. لسه كنت هسالك عن العماله. الكاستمر اللي بيجي بيدوق الشوكليت عندك النهارده لازم تكون هي اللي بيدوقها عندك بكره. كواليتي اشورنس من اهم الحاجه اللي عندنا، وللاسف في مصر احنا ما بنهتمش بيها قوي. انك تفتحي البيزنس وتجيبي ناس وتعملي لهم تريننج وتاخدي موافقات وتصاريح وحي وضرايب وتامينات، هي دي بس. وانس حطيتي رجلك على اول ستيب بتلاقي الدنيا بعد كده بتمشي يعني بتتسهل يعني. انا بشكرك قوي يا زينب، انت نورتينا النهارده في عسل ابيض وبتمنى لك دايما التوفيق ان شاء الله.